السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله، أيام عظيمة يستذكرها العراقيون لمناسبات غيرت مجرى التاريخ، فبين ذكرى المولد المبارك للإمام الحجة وأيام ذكرى الانتفاضة الشعبانية وآخرها انطلاق فتوى الجهاد الكفائي اللي جاءت منقذا بعد المخاوف للسيطرة على أبناء البلد من دخول داعش الذي استباح شمال وغرب البلاد. محطات مر بها العراقيون غيرت أفكار وخطط الأعداء والذين يرومون التوغل في العراق بطرق عدائية، لكن في كل الأحوال يجدون أبناء البلد المتصدين لهذه الأفكار المتطرفة والسلوكيات العدائية المنحرفة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، ففي خطوة تمهد لعلاقة استراتيجية بين العراق وألمانيا، أبرمت الحكومة العراقية 3 عقود ضمن المجموعة الأولى من عقود المشاريع المدرجة ضمن مذكرة التعاون مع شركة سيمنز الألمانية. هاي الخارطة وخطة الاتفاق اللي تمتد ل5 أعوام راح تضيف إلى الطاقة الكهربائية الوطنية طاقات إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات، وهذه الجهود بحسب مختصين تعد نوعية لحل الأزمة الكهربائية اللي رافقت العراقيين لسنين طوال ولم تفلح أي من السياسات السابقة في وضع حد لتداعي هاي المنظومة اللي تمثل شريان أساس في تنمية القطاعات الاقتصادية الطموحة. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. في عدة مراحل متفرقة يبرز فيها الكثير من التضحيات والعطاء لأبناء البلد في التصدي لكل أشكال الإذلال وطمس الهوية العراقية، فبين الانتفاضة الشعبانية وانطلاق فتوى الجهاد ضد الإرهاب الداعشي، العراقيون غيروا نظرة العالم المتربص لهم بالشجاعة وعدم الخضوع للإرادات الخارجية والظالمة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. وأشرق العراق بنور حشده في الذكرى السنوية لانطلاق الفتوى المباركة بعدما جثم ظلام الإرهاب على الأراضي العراقية. انطلقت من أرض النجف فتوى استنهضت الهمم لشباب وشيبة لابسوا القلوب على الدروع لصد خطر الإرهاب، فتوى غيرت خططا كانت تروم التنفيذ على مقتربات تخوم بغداد. أروع صور الطاعة تجسدت في قادة النصر الذين وضعوا الحجر الأساس للحشد الشعبي لتنطلق عمليات عسكرية تدحر جحافل الإرهاب بعدما دنسوا أرض العراق بدعم خارجي بالمال والسلاح ليقيموا فيها دولة القتل والذبح. لكن التصدي الشرس لأبناء الحشد الشعبي حال دون ذلك بعدما صدح صوت سمي علي بانطلاق القوة الضاردة. مثلث الولادات لم يكن محض صدفة، فبين ولادة الإمام الحجة المطالب بدماء الشهداء وولادة حشد يعاضده ومن جنوده في أيام ذكرى الانتفاضة الشعبانية التي حطمت قيود الخوف والإذلال للنظام الحاكم، توصل رسائل للعالم أن الحشد امتداد لانتفاضة شعبان يعاضدان القائد الحقيقي لثورة مرتقبة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريمين أستاذ مهند حسين معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا بك أستاذ مهند. أهلا وسهلا، حياك الله. وكذلك أرحب بالأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي، حياك الله أستاذ محمد. نبدأ مع حضرتك أستاذ مهند، ذكريات كثيرة وكبيرة، ولكن خلينا نستذكرها بدلالة زمانية. لما كان شهر شعبان المعظم ويعني الاحتفالات المشوبة بالمخاوف، كانت الاحتفالات بالولادات، ولادات الأئمة الأطهار، ولكن الوضع كان يبدو محتقنا للغاية، وقوف عصابات داعش على تخوم بغداد، تخوم كربلاء، فبالتالي أتت فتوى الجهاد هي المنقذ الكبير في هذه في هذا التوقيت الحساس بالذات. كيف كان استقبال العراقيين لهذه الفتوى والاستجابة، ومن وضع أركان وأسس الحشد الشعبي؟ أحسنت، بارك الله بك، تحية لك ولجمهورك الكريم. نبارك للأمة الإسلامية والمراجع العظام
والشعب العراقي بالخصوص بمناسبة مولد منقذ البشرين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبهذه المناسبة هي مناسبة تتزامن مع انطلاق الفتوى المباركة وانبثاق الحشد الشعبي، هذا الحشد الذي استطاع أن يغير المعادلات التي حاول العدوان الخارجي أن يغير فيها وأن يسيطر بها على الشعب العراقي وعلى المنظومة المجتمعية والسياسية وكل ما يمتلك العراق من ثروات. لكن الحمد لله بوجود مرجع كبير مثل السيد علي الحسين السيستاني أدام الله ظله الوارف، وبوجود راعي وحامي للفتوى مثل الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، استطاعوا هؤلاء الكبار هؤلاء العظام أن يغيروا المعادلة وأن يحفظوا البلاد والعباد والمقدسات. واليوم واقعا نعيش أيام نشعر بنعمة الأمن والأمان بفضل هذه الفتوى المباركة وبفضل هذا المجاهد الكبير شهيد القائد حاج أبو مهدي المهندس. هذه المدرسة الكبيرة التي رعت واستوعبت ودربت كل الإمكانيات التي وصلت من خلال فتوى من وجود كبير لأبناء الشعب العراقي الذين لبوا نداء المرجعية والوطن وتحولوا من شخوص مدنيين إلى عسكريين بلحظات سريعة. واستطاع الشهيد القائد حاج أبو مهدي المهندس أن يؤسس وأن يؤطر وأن يدرب هكذا طاقات كبيرة وصلت إلى ساحات القتال وإلى ساحات الجهاد. نعم. وبهم انتصر العراق وبهم تغيرت المعادلة. واليوم واقعا العراق يشار له بالبنان بوجود حشد كبير مثل الحشد الشعبي الذي غير المعادلة ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة بصورة عامة. نعم. أستاذ محمد، أجدد ترحابي بحضرتك وأن تحدثنا عن الدلالة الزمانية ونتحدث عن الدلالة المكانية. تتذكر حضرتك عندما كان يعبث الإرهاب منذ القاعدة ولغاية تأسيس الحشد الشعبي، عندما يقف بمفترق الطرق ويذهب يمينا نحو كربلاء، يسارا نحو بغداد، مباشرة نحو بابل، وبالتالي كانت كل هذه الأماكن تحت سيطرة الإرهاب والسيارات المفخخة. عانى ما عانى العراقيون في هذه الفترة، ولكن الحد الفاصل لكل هذه المعاناة كان تأسيس الحشد الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الكرام. طبعا إذا نستذكر احنا في هذا التاريخ بأنه ليس غريبة أن تصدر هذه الفتوى بهذا الوقت الحساس، باعتبار أنه إذا لاحظنا قبلا مثلا فتوى الجهاد ضد الإنجليز في العام 1920 وكانت نتيجة ثورة 20 وكيف تم التصدي للاحتلال الإنجليزي، هذه كانت من منبع باعتبار أن المرجعيات الدينية الشيعية سواء في النجف أو في قم هي حافظة وحاضنة لكل الوجود الشيعي والإسلامي وكذلك للمستضعفين عموما. وبالتالي لكن في هذه الفتوى هناك دلالة أيضا على الحالة الزمانية التي هي اقترنت بولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وعملية الإنقاذ، كيف كانت الفتوى في ولادة المنتظر سلام الله عليه في حالة أنه ارتباط تام باعتبار هذه جزء أصبحت ملاصق، وبنتيجة أدت إلى أن يتأسس الحشد الشعبي بشكل قانوني إثرها وانضم المتطوعين بهذا التشكيل المقدس. أيضا في هذه الفترة أنه لاحظنا مثلا أنه لاحظنا هناك انهيار كامل للدولة، وبالتالي كانت الفتوى جاءت لتعزز وتدفع بأن يكون هناك توجه حقيقي شعبي لحماية الدولة ومؤسساتها والتصدي لهذه العصابات. وهذا الجزء أنه وصلنا إلى هذه المرحلة أيضا من الأخطاء التي مرت بها الحكومة وقتها بعدم أن يكون هناك، كان يفترض أن يكون هناك توجه حكومي حقيقي لدعم النظام السوري ودعم حكومة الرئيس بشار الأسد والقضاء على المجموعات التكفيرية في داخل سوريا. وفي ذاك الوقت أيضا كان هناك مؤشرات أنه إذا تمددت داعش وتلك المجموعات بالتالي أو تسيطر في سوريا بالتالي سينعكس على العراق، هذا يسمى الخطر على الأمن القومي العراقي. نعم. بسبب الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية كان هناك للأسف دعم غير كافي للنظام السوري أو للقوات التي تحارب داعش، بالنتيجة أدت إلى أن هذه المجموعات الإرهابية دخلت إلى العراق ومباشرة حاصرت بغداد.
وفق خطة معدة قبل 6 أشهر. أنا أذكر وقتها تم اعتقال العديد من تلك الأفراد، تلك المجموعات تحدثوا عن مخطط كبير، لكن لم يتم التوضيح بأنه عملية الهجوم والانطلاق أنه على بغداد، وإنما كانت من الموصل وكيف انتقلت بشكل مباشر إلى سقوط صلاح الدين وكذلك المحافظات الأخرى. لولا فصائل المقاومة التي تصدت في ديالة وواجهت تلك المجموعات وأدت إلى أن تمنع سقوط ديالة بالتزامن مع الصمود آمرلي الذي منع بشكل حقيقي سقوط بغداد، فجاءت هذه الفتوى لتعزز وتدفع أنه الشباب العراقي وكذلك لكي ينهض ويدعم الدولة ويساند القوات المسلحة، بالتالي أصبح استيعابه في هذا التشكيل الذي أطلق عليه الحشد الشعبي وقتها في تنظيم بشكل قانوني ورسمي. وبالتالي هذا أيضا يعود بالدرجة الأولى إلى أنه هذا الحشد التي كانت مشكلة القوات المسلحة العراقية وقتها أنه تنقص هكذا تشكيل معين. مثلا إذا لاحظنا كجيش تقليدي هناك الشرطة وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب يعمل بشكل قوات خاصة بالعراق، لكن الحالة العقائدية التشكيل العقائدي والاندفاع الشعبي هذا كان ينقص القوات المسلحة العراقية. عندما انطلقت الفتوى ولبى الشباب العراقي هذه وأصبح هذا التشكيل بهذه الهيكلية، وكذلك كان دور الجمهورية الإسلامية وحزب الله الذي جاء مساندا باليوم الأول منذ سقوط الموصل واحتلال ثلث العراق من قبل المجموعات الإرهابية، كان أدى في أن يتم تدريب هؤلاء الشباب باعتبار أنه الأمريكان انكفأوا تماما وتركوا العراق في مواجهة تلك العصابات، حتى الأسلحة أنه هذه يجب أن تذكر أنه الأسلحة لم تقدم إلى العراق وإنما كانت من الجمهورية الإسلامية. فبالتالي هذه العملية التي حدثت إن تحولت أنه هذه الأزمة تحولت إلى فرصة حقيقية، وأصبح لدينا تشكيل عزز القوات المسلحة العراقية وكان له الدور الأبرز في تحرير ثلث العراق بشكل كامل بدون الحاجة إلى القوات الأجنبية، بل ربما كانت القوات الأجنبية هي المعوق. إذا لاحظنا ما حدث في تكريت من استهدافها للقطاعات العسكرية واستشهاد عدد كبير من قيادات لواء علي الأكبر وقتها. سيد مهند، يعني خلي نقفز مراحل الجهاد وهذه الصور البطولية ونتحدث عن عام 2017 وما بعده وما بعد إعلان النصر. كل القيادات التي اشتركت في تحرير العراق أجمعوا بأن الإعلام الآن بدأ دوره، رغم أن الإعلام رافق عمليات التحرير أولا بأول وكان له عصا السبق والدور الكبير في التحرير، ولكن عندما انتهت المعركة العسكرية المعركة الإعلامية لا زالت مستمرة ولغاية يومنا هذا وأنت في إعلام الحشد الشعبي. نعم أستاذ أحمد، بحسب الخطة الموضوعة والخطة الاستراتيجية الموضوعة لمديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي فإن العمل تقسم إلى مراحل. كانت المرحلة الأولى هي عملية مرافقة القوات الأمنية والحشد الشعبي لنقل الانتصارات ونقل كل تلك التضحيات للشعب العراقي الذي كان يترقب كيف يحاول أبنائه التخلص من شراذم الإرهاب. لذلك تحولت هذه الرسالة المهمة من السواتر إلى شاشات التلفاز. بالنهاية المستقبل الجمهور بدأ يشعر بالاطمئنان أن أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية بدأوا يتغلبوا على تلك العصابات، لذلك تحولت قوافل الدعم اللوجستي الموجودة في المناطق وفي الأزقة إلى أن تكتسب الثقة وأن تملأ السيارات والعجلات بالأرزاق وكل ما يحتاجه المقاتلين والذهاب إلى السواتر لإيصال تلك المؤونات إلى هذه القوات البطلة التي بدأوا يشاهدونها من خلال الإعلام. فهذه كانت رسالة مهمة، رسالة اطمئنان للشعب العراقي وحتى لدول المنطقة. فكانت مرافقة الكاميرات والمراسلين وكل الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي كانت تتوفر في تلك المرحلة للتوثيق ولصناعة المحتوى لإقناع الجمهور بأن أبنائهم بدأوا يحققوا الفارق. المرحلة الثانية اللي بدأت بعد 10/12/2017 بعد انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على داعش عسكريا، بدأ الإعلام مديرية إعلام هيئة الحشد تعمل على أساس أنه تترجم وتصنع سيناريوهات لكل تلك التضحيات
وتقوم بتحويل تلك التضحيات إلى سيناريوهات للأفلام السينمائية والأعمال الدرامية وحتى الأفلام الوثائقية لكي تصنع للأجيال القادمة المستقبل لرؤية ما قدمه أبناء الشعب العراقي وكيف استطاع الشعب العراقي أن يقضي على زمر الإرهاب الداعشية. هذه المرحلتين المختلفتين تطلبت من الإعلام الحشد أن يبني استراتيجية مهمة وهي استراتيجية التوثيق واستراتيجية صناعة المحتوى بشكل درامي وسينمائي وحتى مسرحي، وكثير من الأعمال الفنية التي نشاهدها اليوم على شاشات التلفاز وحتى في السوشيال ميديا هي مبنية على هذه الخطط الاستراتيجية. لذلك الحمد لله اليوم يحسب للإعلام الوطني العام والإعلام هيئة الحشد أنه استطاع أن يتغلب على منظومة الإعلام الداعشي المضللة، والتي كانت جزء من رسالتها هي إقناع الجمهور بأن تلك العصابات التي دخلت إلى العراق إبان سقوط بعض المحافظات عام 2014 كانت تصفه الفضائيات العربية بأنهم ثوار عشائر. هذا التضليل الواضح في عام 2014، بعد 2014 استطاع الإعلام الوطني بصورة عامة وإعلام هيئة الحشد أن يغير المعادلة وأن يفرض واقع جديد تبين من خلاله زيف ادعاءات الإعلام الداعشي والإرهابي وحتى الإقليم التي كانت رسائله واضحة. كانوا يستهدفون المنظومة المجتمعية، كانوا يستهدفون المنظومة القيمية، كانوا يستهدفون المنظومة السياسية التي حاولوا إسقاطها إبان دخول العصابات إلى العراق. لكن يحسب للشهيد القائد الحاج أبو مهد المهندس أنه أفشل جميع المخططات التي كان يروم العدو وضعها في العراق، والحمد لله اليوم كل المخططات التي كانت تدعو إليها الصهيونية الأمريكية بما فيها المنظومة الداعشية التي هي جزء من هذه العدوان أو جزء من هذه المنظومة الصهيونية الأمريكية استطاع أبناء الشعب العراقي أن يقضوا عليها، من ضمنها منظومة الإعلام الوطنية الحية التي غيرت المعادلة وغيرت الواقع. واليوم يحسب للإعلام الوطني بما فيها قناتكم الموقرة أن تفرض واقعا جديدا، استطاع الشعب العراقي أن يشعر بقيمة الأمن والأمان والاطمئنان بوجود هكذا إعلام حر صادق أمين غير المعادلة على أرض الواقع. طيب أستاذ محمد، يعني يتفضل أستاذ مهند حسين بأن هنالك حتى في الإعلام معسكرين، معسكر يعني حسيني ومعسكر يزيدي، خلينا نسميه بهذا التعبير. بالتالي كانت منذ البداية ولغاية اليوم حملات تسقيط للحشد الشعبي، بل سبقتها حملات تطاول على المرجعية الدينية ومقامها العالي. بالتالي كانت هنالك بعض النعرات التي تثار بأن المرجعية لم تقل قولتها ولم تصدر فتوتها إلا بعد أن وصل الموضوع إلى النجف وكربلاء. طيب ابن البصرة، ابن السماء، والديوانية، غيرها من هاي المحافظات، ما دخلها داعش؟ شنو اللي دفع يروح للموصل يقاتل في صلاح الدين وفي ديالة وفي كل هذه المكانات؟ بالتأكيد بداية أنا أختلف مع ضيفكم الكريم فيما يتعلق بتوثيق عمل الحشد. للأسف نعم، مؤسسة الحشد وإعلام الحشد يقوم بدور كبير جدا كمديرية إعلام، لكن عتبنا على الإعلام الحكومي. منذ التحقيق الانتصار لغاية اليوم لم نشاهد عمل درامي حقيقي بمعنى الكلمة يوثق هذه الانتصارات للأسف، وهذا مؤشر دعوات عديدة أنه الإعلام الحكومي يجب أن يوثق باعتبار لدينا فنانين كبار، نقابة الفنانين موجودة. للأسف ماكو توجه من الجانب الحكومي من مؤسسة الإعلام الحكومي في هذا المجال، فقط هيئة الحشد تقوم ولكن إمكانياتها محدودة. بذا لاحظنا مثلا أنه السينما الإيرانية كيف توثقت ولا تزال لغاية اليوم تقوم بعمل سواء من الجانب الأفلام أو المسلسلات أو الوثائقية أو سواء الدراماتية بشكل كامل فيما يتعلق بالحشد وكذلك سقوط الموصل وداعش وغيرها. هذا للأسف تقصير حكومي كبير يجب أن يؤشر. النقطة الأخرى أنه الإعلام كما تفضلتم بأنه هناك حسيني ويزيدي، هو هذا واقعا، وإلا هذا الإعلام والضعف الإعلام الحكومي أدى إلى أن خصوصا إذا لاحظنا أنه ما حدث في يوم النكبة التي كانت فيها أحداث تشرين والفوضى وما تلتها من نتائج وخيمة بسبب مجموعة أفراد ومدعوم من قبل الإعلام الآخر الذي كان سابقا يسمي داعش ثوار العشائر، ولكن
اتجه اتجاه الآخر بأنه خلص الحشد تحررت الأرض ويجب أن يفكك أو تنحل الهيئة والمؤسسة، وهذه التي يعني من المخاطر الكبرى. مثلا أنت عندك قوة كبيرة معززة ومن الناحية عقائدية والسند للقوات الأمنية، اتحلها هذا غير يعني غير منطقي وغير عقلاني بنتيجة ما حدث من فوضى تشرين وإلى اليوم. اليوم أيضا الإعلام بالوقت الحالي مهم جدا، لدرجة أنه سماحة الإمام الخامنئي أطلق عليه بأنه جهاد التبيين باعتبار فرض وعيني على كل المسلمين بأن يقوموا بعملية الجهاد التبيين والتوضيح من مخاطر الحرب الناعمة التي قامت بها السفارة الأمريكية في بغداد والدول الأجنبية، ولغاية اليوم نتائج كيفية مثلا تسقيط الحشد، محاولات حتى صناعة أفلام تستهدف الحشد، وكذلك فصائل المقاومة لهدف أنه يجعل فاصلة ما بين المواطن وما بين هذه المؤسسة التي كان لها الدور الأبرز في تحرير العراق وبالتالي وحمايته. ومن نتائج هذا أيضا هذا الانتصار أنه استهداف قادة النصر الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه والحاج أبو مهدي المهندس، وبإعلان أمريكي واضح بصلافة أمريكية. بالتالي هذه المحاولات تعزيزها من الجانب الإعلامي، مؤسسة الحشد كناحية إعلامية من جانب إعلامي تقوم بدورها، ولكن هذا غير كافي باعتبار هناك الدور المساعد اللي هو الجانب الحكومي لغاية الآن معطل، ورأينا كيف يتم تجاهل هذا الأمر هسه سواء عمدا أو بغير عمد، أم هناك إهمال حقيقي. بالنتيجة أنه ما نراه اليوم لم يعطى دور الحشد في الإعلام من المؤسسة الحكومية بالشكل الذي يليق به بشكل تام، وهذا أيضا مؤشر يدعو إلى أن إعادة النظر بهذا الأمر، وخصوصا نحن الآن خرجنا من النتائج وخيمة فرضتها تشرين وأمثالها. طيب أستاذ مهند، الحشد يحتاج يدافع عن نفسه لو أن يعني سمات الفتوى وبركات الفتوى تمتد ليس فقط لمرحلة التحرير، يعني نشوف الحشد لما أسس بفتوى وصار التحرير نشوف مواقف الحشد مستمرة لغاية اليوم، الفيضانات التي حدثت في إيران، ذهب الحشد، الزلازل التي حدثت في سوريا، الجهد الحكومي في العراق ومؤازرة حكومة الخدمات وتقديم الخدمة للمواطن، نشوف الحشد يبلط ويساوي شوارع ويبني بيوت. بالتالي بركات هذه الفتوى يبدو أنها لم تقتصر على المراحل العسكرية. صراحة الحشد الشعبي هو إنجاز وإعجاز حقيقي على أرض الواقع. اليوم بعد 2014 العراق ما قبل 2014 بعدم وجود الحشد شيء، وبعد وجود الحشد بعد 2014 أصبح العراق شيء آخر. العراق معروف بأنه دائما ما يتعرض لكثير من الأزمات، كبلاد الرافدين هي معروفة بالأزمات، ونتحدث على الأزمات حتى ما بعد 2014، كل الأزمات التي حدثت بعد 2014 بما فيها وجود عصابات داعش الحمد لله كان للحشد الشعبي اليد الطولة بالسيطرة والقضاء عسكريا وأمنيا على داعش، وكل الأزمات التي مرت بالبلاد منها تحديدا بال2018 عندما تعرضت البلاد لأزمة السيول وجدنا الحشد الشعبي هو الذي استطاع أن ينقذ يعني حقول مجنون، هذه الحقول النفطية التي تدر للبلاد الثروات الكبيرة، استطاع الحشد الشعبي أن يسيطر على هذه الأزمة السيول وينقذ حقل المجنون من هذه السيول، وحتى الأراضي الزراعية التي تعرضت في الناصرية وميسان والبصرة كان الوجود الحشد الشعبي يعني الوجود المبارك للحاج أبو مهدي المهندس استطاع بفكره وتخطيطه وقيادته أن يدرأ هذا الخطر عن البلاد. حتى على مستوى الإقليمي نتحدث على تعرض الجمهورية الإسلامية لأزمة السيول التي تعرضت لها البلاد، كذلك كان الوجود المبارك للحاج قاسم سليماني والحاج أبو المهندس ومتابعتهم الميدانية لأزمة السيول، استطاع الحشد الشعبي أن يصل في تلك الفترة وفي تلك المناطق إلى هذه الأراضي واستطاع أن يدرأ الخطر عن هذه. حتى بعد 2018 استطاع الحشد الشعبي أن يحفظ البلاد حتى من بعض الفتن التي حاولت أن تغير الواقع العراقي،
نتحدث حتى على أزمة كورونا بالعام 2020، كان لوجود الحشد الشعبي على مستوى الطبابة، على مستوى التعفير، على مستوى التعقيم، كان لوجود المبارك غير المعادلة وفرض واقع جديد. الحمد لله اليوم كل العراقيين يعتقدون بوجود الحشد الشعبي هو صمام الأمان للعراقيين جميعا. حتى في الأزمة السورية الأخيرة، نتحدث على الكارثة الطبيعية التي مرت بها الجارة السورية، وجدنا أول من وصل إلى الأراضي السورية وحقق الفارق واستطاع أن ينقذ الضحايا وأن يرفع الأنقاض عن هذه يعني المناطق المنكوبة هو ببركة وجود الحشد الشعبي. حتى رئيس الوزراء أول ما وجه بوجوب يعني حماية الأهالي والدفاع عن الأخوة السوريين الذين تعرضوا لهذه الكارثة، وجه بضرورة ذهاب الحشد الشعبي للقيام بهذا الواجب الإنساني الكبير. اليوم يحسب للحشد الشعبي هذه القيمة الإنسانية العليا، لا سيما بأن الحشد الشعبي يحسب له أنه انبثق من رحم المرجعية المباركة التي رعت ودعمت وباركت هذا الوجود المبارك، ويحسب للمدرسة الكبيرة التي أسسها الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وكيف تخرج أبنائه من هذه المدرسة لتولد للأجيال أجيال جديدة لها قيمة يشار لها بالبنان. لما يكون أو تكون هيئة بهذا المنجز أستاذ محمد، يعني هذا بيت أسس على التقوى، بالتالي من الطبيعي جدا أن يتعرض لكل هذه الاتهامات وهذه الأزمات وهذه المطالب بحله، فهذا نتاج طبيعي. بالتأكيد أنه الحشد كمؤسسة منتج على طريقة ويعمل على الطريقة العالمية. كان سابقا الدعوات مثلا لماذا لا يدخل الجيش في هذه المداخل ويتم تعطيله، سواء في كما تفضل ضيفكم الكريم فيما يتعلق مثلا في الجانب الصحي، كان الحشد هو ظاهرة خاصة في مكافحة كورونا، مثلا في الفيضانات، في كذلك في إغاثة سوريا، في جميع المجالات، حتى في مجال الجهد الحكومي، في التربية، في جميع القطاعات، نجد أنه في أحلك الظروف، حتى في دفن ضحايا كورونا يدخل أقرب الأقربين لم يتولى دفنهم، ويحل المشكلة وبأبسط الأدوات. إذا لاحظنا بأبسط الأدوات حتى في مجال الإعمار، إذا لاحظنا مثلا كثير من الشوارع تم قامت هيئة اللوجستية للحشد وكذلك الهندسة الحشد بتبريط عن طريق آلياتها في بغداد وكذلك خارج بغداد. هذا فجهد وإنجاز كبير، لكن ينقصها أنه الإعلام الداعم والمساند لأن يبين هذه المواقف، لأن الإعلام الآخر مثلا أي تحرك أو بأي مستوى مثلا أو أي مؤسسة أو في أي قطاع يشترك فيه الحشد، نجد محاولات، اتهامات مبطنة وتسقيط للحشد في سبيل أن يتم تحجيمه. وأنا أذكر لكم أيضا واحدة من أسباب قيام تشرين والفوضى التي حدثت والدعم الخليجي لتشرين ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيد عادل عبد المهدي، أنه قام بتعزيز دور الحشد وتوسعة وإضافة عدد كبير من المنتسبين وتوسع ولم يقبل بأن يكون هناك تحجيم لهذا الدور، وخالف ما طرحه الخليجيين بشأن أنه الحشد يجب أن يحجم، كانت هي إحدى عوامل دفع الخليج باتجاه فوضى تشرين وإسقاط حكومة السيد عبد المهدي. وبالتالي هذه محاولات هم خليجية هم غربية أنه الحشد يجب أن يبقى محصورا في هذا المجال الضيق وينتهي تماما. ولهذا لاحظنا مثلا حتى في جميع التظاهرات التي تحدث، أنا لا أقصد كل تظاهرات مطلبية، لكن الفوضى التي حدثت في تشرين والتي أسست لمشروع الفتنة كانت تستهدف الحشد بشكل حقيقي وبشكل واضح، ولم تستهدف باقي المؤسسات. بالنتيجة هذه مخاطر للحشد، أنه تحيط بالحشد إذا لم يكن هناك إعلام حقيقي مساند ويبين ما تقوم به هيئة الحشد من حقيقة من جوانب إنسانية وكذلك جانب أيضا للحكومة. حتى في زمن حكومة السيد الكاظمي كان مؤسسة الحشد كانت هي كل الخدمات التي مقدمة كانت جزءا كبيرا منها يعود إلى مؤسسة الحشد الشعبي. يعني قبل أن أختم الملف أستاذ مهند، يعني يلقي بالكرة أستاذ محمد الياسري في ملعب الإعلام والإعلام إعلام الحشد بالذات، بالإضافة إلى الإعلام، ليس إعلام الحشد وإنما الإعلام الحكومة، الإعلام الحكومي ما أدري هسه يعني
منو اللي يمثل الاعلام الحكومي؟ ما عندنا ترى مؤسسه مثل الاعلام الحكومي. شبكه الاعلام العراقي هي الراعي، هي ليست حكوميه يعني، تعتبر من ال لا هيئه مستقله تابعه لمؤسسه الدوله، هي مؤسسه الدوله نعم. مؤسسه الدوله يعني نعم. من المؤمل ان تقوم هذه الجهات بدعم هذه المؤسسة اللي أعطت الكثير ولا زالت تعطي وتضحي. إعلام الحشد يعني هل يضاهي هذه المؤسسة؟ هل مطلوب منا أن ينتج هذه الأعمال الدرامية؟ يعني هسه عندنا رمضان على سبيل المثال مقبل علينا، وأكفد سوق للأعمال الدرامية، أكو إمكانية عند هيئة الحشد الشعبي أن تؤسس لهكذا أعمال درامية؟ بداية أنا أتفق جملة مع وتفصيلا مع ضيفك الكريم السيد الياسري بأنه جزء من تسجيل ملاحظتنا وتحفظنا على القائمين على شبكة الإعلام أنهم لم يركزوا أو لم يخصصوا ولو لأنه ما استضافينهم في حق الرد مكفول لشبكة الإعلام العراقي حتى يعني يكون هنالك تداول و مساحة نعم. متاحة أمام. لكن قدر تعلق الأمر بنا كمديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في أن أنجزنا وأنتجنا الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية وحتى المسرحية التي عملنا على إيصال رسائل مهمة من خلالها، لكن الجانب المنافسة كبير على أرض الواقع باعتبار أنه مثل ما تفضلت أنه شهر رمضان الكثير من الأعمال الدرامية وهذا السيل الجارف من الفضائيات التي تنتج الأعمال الفنية، فإنها قد يكون وجودنا هو جزء بسيط أو يسير قد لا يتوافق وقد لا يتنافس مع السيد الجار من هذه الأعمال. يعني تحدث بلغة الأرقام، مسلسل معاوية 100 مليون دولار، يعني أي مؤسسة عندنا قادرة على بذل أو بذخ هكذا أموال حتى تنتج مسلسل؟ نعم، لكن نأمل إن شاء الله في يعني بالمستقبل القادم أنه يكون هنالك دعم مباشر من قبل يعني الحكومة العراقية حتى للفضائيات التي تنتج أعمال تخص التضحيات التي قدمها أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية لكي تصل رسائل الشهداء وتصل رسائل الأحياء الجرحى اللي هم الشهداء الأحياء على أرض الواقع، وكي تصل رسائل الشعب العراقي إلى العالم من خلال هذا الدعم لهذه الأعمال الفنية إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهند حسين معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، أثريت الحوار ضيفا كريما في الاستوديو، وأشكر كثير لحضرتك الأستاذ محمد الياسر المحلل السياسي، ضيوفا كرام. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدينا الاحبة بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريم الاستاذ مازن السعد المتخصص بالطاقة المتجددة، ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله استاذ مازن. استاذ مازن، نتحدث عن العقود الثلاثة اللي ابرمتها الحكومة العراقية مع شركة سيمنز. هسه ما اريد اناقشه من ناحية سياسية، ولكن خلينا نناقشه من ناحية فنية تقنية مثل ما تحب حضرتك، وجنبك متخصص بهذه الطاقة المتجددة. ضمنت العقود تأهيل وخدمة شاملة لمحطات كركوك، الرشيد، الصدر الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، هذه شلون نقدر نفكك هذه العبارات حتى المواطن يكون على دراية ماذا يحدث؟ أهلا وسهلا بك أستاذ ومشاهديكم الكرام. حياتي. حقيقة يعني أنا شفت من يومين التوقيع اللي صار، هسه أقول لك سعدنا ممكن زين، ولكن الحاكم على هذه السعادة الأرقام إذا كانت منطقية وصحيحة ومحسوبة بطريقة تحفظ حقيقة حق البلاد، يعني أكو جنبه بكل أمانة نسميها محاباة ما بين الشركتين الكبرى سواء سيمنز أو جي إي أو دولتين بكل أمانة، إذا حسبنا كلفنا الحقيقية وطرحناها على الشركتين ووصلنا إلى موديل صحيح، السعادة ستغمر الكل، لأنه أنت تشتغل ويا الشركات الكبيرة
والتزامها بالنتيجة أكبر وهم متنافسين، فأنت راح تستفاد من عنصر المنافسة ما بين القطبين جي إي وسيمنز بكل أمانة. فأنا سعيد بهذا التوقيع بكل أمانة، ولكن إذا ما أطلع على الأرقام وأقدر أحللها بما معطيات السوق المحلي والشركات وحجم الجوب نسميه، حجم العمل اللي راح يسويه، وماذا في خطتها ستأتي هذه الشركات، هل ستعتمد على المقاولين الثانويين محليين وأقليميين أو راح تجي بنفسها بالستاف مالتها، للأسف لم أطلع أنا على هذا الموضوع إلى حد البارحة، ما قدرت أحصل يعني جواب على هذه العملية. ولكن الجنبة السياسية في هذا القرار أو شو نسميه تكفي الشر بأنه لا أحسب على جهة معينة، هي عملية مراضات بأنه نعطي سيمنز جزء من هذه الكعكة وجيئي من هذه الكعكة، وحتى نشتغلها بطريقة صحيحة لا ننسى البزنس موديل الحقيقي ولا ننسى حق الدولة في أحسن شراء البيست باي، علي أن أشتري بأقل الكلف وبأحسن كفاءة ومن أفضل المجهزين. طيب يعني حتى يعني لما نكون منصفين أستاذ مازن، لأول مرة يتم التوقيع مع الشركات الألمانية الرئيسة اللي أنشأت محطات الطاقة الكهربائية في العراق في سنوات سابقة لأجل صيانتها وإدامتها، يعني هذه المنظومة الجديدة اللي نتحدث عنها شقد راح ترفدنا بطاقة كهربائية، شقد راح تسد نسبة العجز الموجودة، وشقد يرادنا حتى نوصل إلى تحقيق الاكتفاء. صح. طبعا هذه المحطات الثلاثة بكل أمانة هي سواء كانت الرشيد اللي هي أعتقد يسموها جنوب بغداد لقرب معسكر الرشيد، زين، ومثل ما حضرتك تكلمت عن الصدر وعن الكركوك. انا اعتقد اربعتهن ليس بالعدد الكبير، والوحدات العاطله بنسميها احنا السكوب، يعني حجم العمل في هذه المحطات لا يعتبر حجم كبير، وهو عمليه تاهيل اعاده تاهيل، يعني اذا واحد الوحده 500 ميجا او 1000 ميجا اوكي، فمن تجمعهم ثلاثه وهي الان بالخدمه موجوده، هي مو خارج الخدمه وانت راح ترجعها، فهي ستساعد على حل مشاكل الكهرباء، ولكن ليس هي الرافد الكبير لحل المشكلة الأساسية في هذا الموضوع. وأنا أعتقد المبلغ ما راح يكون كبير جدا، لأنه تعرف حضرتك يعني أنت المحطة هسه حتى تنبني معروف الميجاش قد والسعر التوربينات ورؤوس التوليد الجد مقابلا بالأعمال المدنية اللي في أحسن أحوالها ما تتجاوز ال 250 مليون دولار. أنا أتكلم عن الأعمال المدنية اللي تقعد بها تسوي فيكس الإي بي سي نسميها Engineering Procurement and Construction. فبالنتيجة السكوب ليس بكبير جدا والمبالغ ما ممكن تكون يعني كبيرة جدا، ولكن فرصة بأنه مثل ما حضرتك تفضلت الشركات بنفسها هي جاية أوكي وتوقع. أول مرة أنا شفت سيمنز يعني من سنتين ثلاثة كانوا جادين يأتون بي بالهيد مال شركاتهم سواء من رحنا لهم احنا او هم اجوا الى العراق، ولكن هذا التوقيع يعني هو توقيع حقيقي جاهز للعمل من اليوم الثاني. كل اللي صار سابقا هي كانت ترتقي الى مذكرات تفاهم، زين، ماكو شيء على ارض الواقع، والمقاولين الثانويين الذين يعملون دايركت مع سيمنز او مع جي اي هم كانوا اللي يسوون البيدنج نسميه، هم اللي يكتبون يعني اللي يقدمون على هذه العطاءات، فهي خطوة مطمئنة وجيدة بكل أمانة. وأرجع أقول لك إذا كانت الكلفة جيدة فهذا يعتبر كسب إلى العراق. طيب لما تحدث عن نسبة تخفيض مالي تصل إلى 20% شملها توقيع العقد بين الحكومة العراقية وشركة سيمنز، هل هذا الموضوع راح يبعد عن هذه الاتفاقيات شبهات الفساد اللي لربما اتهمت سابقا الجهات التي تعمل ضمن هذا القطاع بشبهات فساد كبيرة مالي أو إداري؟ هذه حسن النية، يعني سيمنز حقيقة يعني تعبر عن حسن نواياها. سيد الكريم، العمل في العراق من قبل الشركات الأجنبية الصينية منها والأوروبية منها والأمريكية منها، للأسف من يجون يسعرون بكل أمانة يسعرون بأسعار غالية جدا، لأنه يعتبرون المنطقة منطقة ريسك، الخدمات بها كبيرة جدا، الحمايات اللي يشتغلها السكيورتي والعشائريات اللي تشتغل يعني حواليهم وبعض المبتزين، لذلك يحمي نفسه بأسعار كبيرة جدا، فمن يمكن ينزل 20% أوكي مقابل تطمينات أخذها بأنه مثل ما تفضل السيد رئيس الوزراء بأنه ما أحد راح يجي يبتسكم وإحنا نوفر لكم الحماية بأنه تعملون في
في هذا الموضوع. وهذا حال كل مشاريع العراق، ليس فقط الكهرباء، تعرف حضرتك حتى في موضوع النفط والغاز في البصرة، الشركات عندما تأتي وفي مكان العراق بصورة عامة تخلي هامش ربح كبير حتى تحمي نفسها. طيب. بالنتيجة إذا تم المشروع دون تجاوز فهي محققة أرباح كبيرة، وإذا كان عليها تطاول من قبل جهات خارجية فهي حامية نفسها من الكابيتال، من رأس المال، وليس من طيب. من يعني من الكلف اللي هي تشتغل. هاي شركات تحمي نفسها أستاذ مازن، ولكن نتحدث عن جانب آخر، شلون نلتمس جدية الحكومة في تطوير قطاع الطاقة في البلاد؟ يعني هل كافي وحدة أنه تكون هنالك توقيع اتفاقيات مع شركات رصينة، أم أنه هنالك منظومات أخرى يجب أو مسالك أخرى يجب أن تتخذها الحكومة كي تعبر عن جديتها في اهتمامها بهذا القطاع لما جعلته أولوية من أولوياتها منذ البداية؟ ما لا يختلف على ذلك، يعني الموديل الحقيقي اللي أنت تشتغل بيك على أن توصف حاجتك الحقيقية سيدي العزيز، يعني إذا أنت كتبت تندر صحيح وإذا خمنت صحيح وطرحت التنافس بطريقة صحيحة، صدقني سيمنز وجي إي أوكي سيتنافسون ويعرفون الهامش اللي أنت وفرت لهم البيئة الحقيقية. نعم. إلى العمل سيأتون ويعملون بكل أمانة. لذلك أنت من تجي تحسبها كبكج أخرى، أنا أعتقد الوضع الحالي في تغير ملموس بكل أمانة، يعني الشركات مندفعة الآن أكثر من قبل، والشركات مباشرة تدش على العراق. شفت حضرتك المشروع الجسور يمكن قبل 7-8 قبل كم يوم اللي صار السبع جسور اللي صارت والأنفاق، شفت الشركات بنفسها موجودة توجهت لهم يعني دعوات. أكو توجه بأن نعم. تكون الشركات بنفسها تدخل، يعني الوسطاء قلوا، التعامل مع أكبر صاحب قرار في الدولة مع كابينة رئاسة الوزراء من شخص السيد رئيس الوزراء وهو الراعي، طبعا وجوده دير عاوي يوصل رسالة بأنه إحنا جادين هذه المرة أوكي بأنه سوف نحل، وحقيقة هي صحيحة، يعني هو ماكو مشكلة ما لها حل. زين أين الحل؟ في تحليل العملية واتخاذ قرار جريء وتجاوز التعليمات في بعض المكانات. فالبكج هذه يا سيد العزيز حلها سهل جدا، نجزئها، نحسب كلفها، ونجي نشوف يا أخي حتى إذا أجت الشركات بسعر غالي ممكن نصير أشطر من عندهم وناخذ 10-20% من الأعمال، إحنا نحيلها إلى شركاتنا الحكومية ولا شركاتنا المحلية من أجل تسريع العمل والوصول إلى الهدف اللي إحنا أجينا من عنده حتى ننفذ مشاريعنا. أستاذ مازن، ركزت في أكثر من مرة على البيئة الآمنة للعمل الاستثماري في العراق ودخول الشركات الاستثمارية في العراق، يعني خلينا نجي على تحسين أو يعني تحسين الصورة النمطية بهذا المعنى للبيئة العراقية، يعني نتذكر زيارة باب الفاتيكان للعراق كم أسهمت، نتذكر خليج 25 كم أسهم في بناء صورة نمطية لربما هي لم تتصل مباشرة بالاقتصاد، ولكن هنالك حملات للعلاقات العامة إن صح التعبير قد تسهم في تحسين الصورة الذهنية والنمطية لدى هذه الشركات وتجعل العراق بيئة آمنة. لذلك هذه هي معطيات كبيرة جدا وإيجابية، على الدولة أن تستثمرها تتعامل وياها كحقيقة، وإذا عدنا يعني خطأ ده نشتغل عليه خلينا نصححها. فلذلك الفرصة هذه بكل أمانة تفضل جنابك عن زيارة باب الفاتيكان وخليجي 25. رسالة باب الفاتيكان كانت إلى العالم كلها، زين وشفت حضرتك العالم كيف تعامل معها، ونفس الوقت بكل أمانة كانت خطوة كبيرة لبغداد، بأنه يأتي شخص زين مقلدين في العالم كبيرين جدا من أصحاب قرارات السياسات الدولية بالعالم. هسه ما أعرف هل كانوا الناس متفاعلين يعني إيجابيا أو سلبا، ما نعرف الله شاهد، ولكن كانت بنفت كبير جدا إلى البلد. ونفس الشيء ما حصل في 25، والتعديلات اللي تصير على قوانين الاستثمار نحو الإيجاب أعتقد أيضا ساهم في هذه العملية. لذلك التوجه كبير يا سيد العزيز، علينا أن نشتغل بماكنتين، الماكنة الإعلامية نبرز البلد بطريقة كيف جاي يشتغل صحيح، عدم الرسائل الإيجابية عدم الرسائل السلبية لي كل أسف كل الناس تقول البلد بيه فساد، والفساد موجود كله بالعالم وأنا لا أدافع عنهم، بالعكس يعني أنا صاحب مقولة الفساد جريمة مخلة بالشرف بكل أمانة، ولا يملك أي شخص فاسد ذرة من الشرف بكل أمانة. ومن شرف المرء من نزاهته، هذا قول لأمير المؤمنين. أحسنت نزاهته ومعرفة أين الحق يا سيد العزيز، هذا المال إلك أو مو إلك. لذلك أنت عليك أن تكبر أدواتك، تستخدم البيئة الخارجية. هسه بيئة الأعمال بصورة عامة هي القوانين،
بيئة الأعمال هو الجو الصحيح اللي الناس يشتغلون، بيئة الأعمال هي المرونة في مساعدة الطرف الآخر من أجل الوصول، تسريع الوصول إلى الهدف، شفافية الأسعار بكل أمانة، هذه كل العناصر ومثلها بعد 10-15 عامل إذا ما أجينا فصلناها. فهذه البيئة يا سيدي، وبالمناسبة هذه شركات مقاولة، يعني بيئة الاستثمار شكل وبيئة التنفيذ أيضا شكل آخر. لما تجي شركات صينية حتى تنفذ أوكي، هذه بيئة تنفيذ، علينا أن نعطيهم الحماية لأن صار عقد بيني وبينك، وعلي أن أني أخذ المشروع اللي أنا أساساً خططت حتى أحصله، وحضرتك تأخذ فلوسك. هذا المقاول عفواً. أما المستثمر لا، مستثمر جاي ودارس العملية عزيزي أنت وما أخذ الريسك، بل قد يكون مخلي كونديشن أو حالات على البلد، في حالة أنه ما صار المشروع ممكن يخسر البلد. بالتأكيد التحكيم الدولي موجود، ويعني في خسارات كبيرة يعني لما تذهب هذه الشركات إلى التحكيم الدولي. خلينا نتحدث عن منظومة متكاملة أستاذ مازن، يعني الحكومة العراقية لما أطلقت حملة تعيينات، ونعرف أنه العقود في وزارة الكهرباء أعداد كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا تم تثبيتهم على الملاك الدائم، والتوقيع مع 3 عقود مع هذه الشركات الرصينة، عندنا منظومة متكاملة نستطيع أن نستثمر هذه الموارد البشرية بهذه الخبرات والاستثمارات العالمية، ومن ثم نحسن هذا القطاع على مستوى محلي ومستوى الخبرة العالمية. ما في شك، يعني هسه أنا حقيقة يعني أنا أكيد ضد التعيينات، ما يعني بكل أمانة، ومقهور جدا بأنه إحنا الآن نعالج الخطأ بالخطأ. زين يا سيدي العزيز، إذا خلينا نعرج على هذا الموضوع، شكرا حضرتك تطرقت إليه، بس أكيد هو مو موصل بالموضوع. الحل جدا سهل يا سيدي العزيز، هذول الناس اللي موجودين حتى الآن، أنت كدولة كحكومة مسؤول عن رعاية الشعب، وأن توفر له فرص عمل، وتوفر له يا سيدي العزيز المعونة في حالة أنه يكون غير قادر على العمل أو ما عنده فرصة مباشرة، نسميه إحنا برا السوشيال فير، اللي أنه المعونة الاجتماعية اللي أنت تعطيه إياه، لأنه يجب أن يكون يغطي 30% من حاجاته، هو الأمن والغذاء، ومن ثم يكون مواطن إلى حق العيش في هذه المجتمع. فتدري حضرتك خط الفقر كبير جدا، الناس اللي يعيشون به، فما حد واصل إلى 30% من الأمن والغذاء إلا ما حاجات النمائية للأسف. للأسف لذلك يا سيد العزيز، يعني قرار الدولة ما ممكن أنت تجي وتسوي بطالات مقنعة، أنت تتحول حتى صاحب الفكر الصحيح اللي جاي يتصور أنه راح يقدر يبدأ في مكانه بسبب زحمة الفرص اللي موجودة والواجبات اللي تناط إلى بالأسبوع يوم ولا بالأسبوع ساعة أو ساعتين، كما يحدث في الكهرباء بالذات، المناوبين أو غيرهم، هذا بعد ما صار أنه حقيقة منتج، يشعر نفسه بأنه شهادته وشغله وطموحه بالحياة يختلف 100% عما أنه أي مهندس يشتغل بالعالم عندما يحصل له فرصة عمل ويطلع، أو كان فني أو ما شابه ذلك. لذلك أنا ضد هذه الفكرة. الحل الصحيح في إيجاد الفرص الحقيقية من خلال القطاع الخاص، أنت تنوره يا سيد العزيز، أنت تحسب تنطي هذه الخسارات اللي أنت تتخسرها على الموظفين اللي هي تريليونات، وتعرف حضرتك إيش قد صار، أكثر من 10-12 تريليون أضيفت، ربعها إذا انطوها للقطاع الخاص ومكنوهم مقابل ضمانات، صدقني القطاع الخاص سيستوعب أقل شيء ضعف الناس اللي إحنا عيناهم. ولكن للأسف الفكر في إدارة الدولة عندنا مشكلة كبيرة. شكرا جزيلا. الله يخليك. الأستاذ مازن السعد المتخصص بالطاقة المتجددة، أجدد شكري لحضرتك، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.